خلال استضافته على منبر ملتقى الثلاثاء في منطقة الصباحية، أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن الإدارة تسير وفق خطة التنمية المرصودة من قبل الدولة وتسعى لتسهيل عملية التخليص الجمركي، مشيرا إلى أن الجمارك عملت على ربط وتواجد كافة الجهات التي لها صلة باستخراج البضائع في مقر الإدارة تسهيلا على المراجعين. فضل من الله اليوم طلب استصدرنا قرار من مجلس الوزراء بأن يتواجد جميع جهات الإفراج، والمقصود جميع جهات الإفراج اللي هي البضاعة اللي ما تطلع من الموانئ أو الحدود إلا بموافقة بعض الجهات الحكومية. أنا عندي 14 جهة إفراج، منها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية والهيئة العامة للزراعة والصحة والبيئة والهيئات هذه كلها ما شاء الله، يعني عندي الهيئة الغذاء والتغذية اللي هي صارت مكان البلدية والبلدية أيضا، فصار عندي 14 جهاز، لازم يتواجد عندي 14 موظف في كل منفذ، بحيث ان ما يضطر صاحب العلاقه ان يروح حق هذه الجهات في مقرها، وصار في صعوبه شويه. وفرنا اليوم ربط، فضل من الله ربط، عمليه ربط آلي بيني وبين ال 14 جهه في عمليه في رقم قياسي، في خلال 6 شهور تم عمليه الربط بين الإدارة العامة للجمارك في منافذها كلها ومع هذه الجهات. مجرد ان الموظف ياخذ الموافقه، مجرد ما يدخل البيان ونتيجه التحليل يرسل في نفس الوقت، كانت يعني تجي النتيجه بالموافقه او عدم الموافقه.